السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن رؤية غرق المنزل. بداية رؤية البيت وهو مليء بالماء، وهذه الرؤية للرجل، هذه الرؤية تدل على تحقيق الذات وتدل على كثرة الخير والبركة في هذا البيت. وهذه الرؤية للشاب الأعزب تدل على الزواج، لكن بشرط أن تكون هذه الرؤية بهذا المعنى، بشرط أن الغرق مش اللي هو يكون غرق مؤذي، وإنما الماء عادي موجود في البيت. والرائي لهذه الرؤية يعني مش هنقول إن هو حزين أو متضايق أو غضبان، لا، مرتاح نفسيا لوجود الماء في البيت. فهذه الرؤية للرجل تدل على تحقيق الذات وكثرة الخير والبركة، وللشاب الأعزب تدل له على الزواج. رؤية تدفق الماء من البيت، هذه الرؤية للرجل المتزوج تدل على الأخبار السارة، وتدل على التفوق والنجاح، وتدل على كثرة المال، وتدل على كثرة العلم، وتدل على الترقية في العمل. رؤية تدفق الماء من البيت للرجل المتزوج. أما رؤية غرق البيت بالنسبة للمرأة المتزوجة وهي في المنام تشعر بأنها سعيدة، يعني الرؤية عادية، الماء ده مش مؤذي. هذه الرؤية للمرأة المتزوجة تدل على الرزق وتدل على المال وتدل على كثرة النسل والذرية الصالحة إن شاء الله. أما تدفق الماء من البيت للمرأة المتزوجة تدل على معاني جميلة جدا. بداية تدل هذه الرؤية على بشرى سارة، وتدل على السعادة، وتدل على زوال الهم والحزن إن شاء الله. أما رؤية الفشل في إخراج الماء أو التخلص من الماء وهو في البيت، وهذه الرؤية للكل، هذه الرؤية تدل على وجود مشاكل كبيرة ومع شديد الأسف. رؤية تدفق الماء للمرأة الحامل، هذه الرؤية تدل على اقتراب الولادة. أما تدفق الماء بالنسبة للمرأة المطلقة أو المرأة الأرملة، هذه الرؤية تدل على تفريج الهموم وزوال الكروب، وتدل أحيانا على السعادة، وتدل على الأخبار السارة. وبصفة خاصة للمرأة المطلقة، تدفق الماء هذه الرؤية قد تبشرها أحيانا بالرجوع إلى طليقها مرة أخرى. أما رؤية تدفق الماء من المنزل أو من البيت للبنت العزباء تدل لها على الخير، وتدل على تحقيق الأهداف، وتدل أحيانا على أفراح للعائلة أو لأحد أفراد العائلة، وفي الأخير قد تبشرها هذه الرؤية بالزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.